الجيش يستهدف عربة جراد تابعة لميليشيات حفتر، قصفت مطار معتيكا الدولي. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن الدولي لتوحيد موقفه تجاه ليبيا. بعد نحو شهر من توقف إنتاج النفط في ليبيا، تجاوز الخسائر لأكثر من مليار دولار. مشاهدينا أهلا بكم إلى التفاصيل. أفاد مكتب الأعلام الحربي لعملية بركان الغضب أن مدفعية الجيش استهدفت إحدى عربات إطلاق صواريخ الجراد التي تستخدمها ميليشيات حفتر جنوب طرابلس في استهداف مطار معتيقة الدولي، واستهداف المطار عدة مرات بصواريخ الجراد التي أكدت مصادر أمنية بالجيش لبانوراما خلال الأشهر الماضية أنها تطلق من محاور القتال بخلة الفرجان. أكد موقع رادار الإيطالي الخاص بتتبع الملاحة الجوية وصول 3 طائرات شحن عسكرية قديمة من الإمارات إلى مطار بنينة وقاعدة الخادم الجوية جنوب المرج، مرجحا أنها تحمل معدات وأسلحة لميليشيات حفتر. وأضاف الموقع أن هذه الرحلات لم تتوقف منذ فترة بين الإمارات وبنغازي، فضلا عن استمرار وصول شاحنات أخرى لمطار بنينة قادمة من سوريا عبر أجواء الأردن. أكد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق هشام بوشكيوات لبانوراما عودة العمل بمطار معتيقة الدولي الجمعة بعد ساعات من استهدافه من قبل ميليشيات حفتر. وكان بوشكيوات قد أكد لبانوراما في وقت سابق من مساء الجمعة استهداف ميليشيات حفتر المطار بعدة قذائف عشوائية أسفرت عن بعض الأضرار المادية دون وقوع أضرار بشرية. تظاهر مواطنون الجمعة بميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس مستنكرين جرائم ميليشيات حفتر في العاصمة طرابلس، ورفع المتظاهرون شعارات يؤكدون فيها رفض الحوار مع الانقلابيين والقتلة والمطلوبين قضائيا. خرج متظاهرون الجمعة بساحة ميدان الحرية بمدينة مصراتة منددين بعدوان ميليشيات حفتر على طرابلس، حيث رفع المتظاهرون شعارات جددوا خلالها دعمهم لمقاتلي قوات الجيش المرابطين في جبهات القتال في كل من طرابلس والوشكة من أجل الدفاع عن الدولة المدنية. كما أدان المتظاهرون عملية الاستهداف العشوائي وقصف المدنيين من قبل ميليشيات حفتر التي راح ضحيتها أطفال أبرياء. وثقت منظمة رصد الجرائم الليبية مقتل 12 بينهم أطفال وإصابة 10 آخرين من المدنيين خلال الأسبوع الأول من فبراير الجاري. المنظمة أوضحت في تقرير لها أن الجرائم التي طالت المدنيين كانت جلها بسبب القذائف التي أطلقتها ميليشيات حفتر على منطقة الكريمية وطريق الشوك والهضبة البدري وبوسليمة، كما أن هذه القذائف تسببت إلى جانب مقتل المدنيين في أضرار مادية بالممتلكات. أكدت عضو مجلس النواب ربيع أبو راس أن وفد النواب الذي زار واشنطن أوضح الموقف الرسمي من الحزب أو الحرب الدائرة في طرابلس. وأضافت أبو راس أن الزيارة حملت وجهة النظر الليبية تجاه الحرب التي يشنها حفتر والدعم الدولي والإقليمي بهدف تدمير البلاد ونهب ثرواتها وفق ما ذكرت. وأضافت عضو المجلس أن الزيارة تخللتها لقاءات عدة مع مسؤولين بالإدارة الأمريكية التشريعية والحكومية والإعلامية.
قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنجي إن الاجتماع السياسي المزمع عقده في جنيف برعاية أممية لن ينجح ما لم يكن هناك وقف دائم لإطلاق النار، لافتا إلى أنه لا تتوفر أي معلومات عن آلية ومعايير انتقاء الأعضاء الذين سيختارهم سلام لحضور الاجتماع. واقترح لنجي في تصريحه لبانوراما أن الفريقان يجب أن تجمعهم طاولة مستديرة وحوار وجه لوجه على أن تغل أو تغلب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وإذ ما فشل سلامة في إقناع الطرفين للجلوس يجب أن يكلف شاهد لحضور محادثات سلامة مع كلا الطرفين. تمثل اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة فصلا جديدا من المباحثات الخاصة لإنهاء الأزمة، وفي نفس الوقت تعد حلقة لتحديد مصير المسارات الأخرى وسط تفاؤل المبعوث الأممي والواقعي على الأرض. نتابع. بعد يومين فقط من مؤتمره الصحفي الأول، المبعوث الأممي غسان سلامة يطل مرة أخرى على وسائل الإعلام من قصر الأمم المتحدة في جنيف ليكشف جانباً عن مجريات مباحثات وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 لوقف إطلاق النار. سلامة وفي ظهوره الأخير بدأ أكثر تفاؤلاً، معلناً إحراز تقدم ملموس في قضايا عدة وتفاعل إيجابي للطرفين ورغبة في تحويل الهدنة لوقف دائم لإطلاق النار، مقراً في ذات الوقت بوجود نقاط اختلاف يقول إن الجانبين يسعيان إلى تجاوزها. أجواء إيجابية يقول سلامة حملتها اجتماعات الحوار العسكري تطبيقاً لخلاصات قمة برلين للانتقال بعدها للمسارين السياسي والاقتصادي. تفاؤل يأتي رغم حالة التعميم التي طغت على الجلسات منذ يومها الأول، فضلاً عن أن التصريحات الرسمية لمعسكر الرجمة تقول عكس ذلك. المتحدث باسم ميليشيات حفتر أحمد المسماري أكد في عديد المناسبات أن مشاركتهم في اللقاءات الدولية ليست للبحث عن حل، بل إنهم على قناعة بأن الحل في البندقية ومخزن الذخيرة، وأن معركة طرابلس لن تتوقف حتى تحقق أهدافها على حد زعمه. وعلى الأرض تتكشف حقيقة النوايا، إذ يواصل حفتر تحشيده العسكري في محيط طرابلس وغرب سرت، فضلاً عن التعزيزات التي تصل إليه تباعاً من داعميه الإمارات ومصر بالطائرات والجنود والمرتزقة بحسب التقارير الأممية، فضلاً عن الرحلات الجوية المشبوهة المكثفة بين بنغازي ودمشق، ما اعتبره مراقبون مجرد خدعة جديدة لكسب مزيد من الوقت ليس إلا. نشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشد مجلس الأمن الدولي واعتماد موقف موحد تجاه الأزمة الليبية. المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق في تصريح صحفي أوضح أن غوتيريش ومبعوثته إلى ليبيا ينتظران موقفا من المجتمع الدولي يدعم حل الأزمة في البلاد، وأضاف حق أن ليبيا بحاجة لدعم الدول المجاورة لها واتخاذ إجراء قوي في مجلس الأمن من الدول الأعضاء. جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد على التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع جميع الأطراف لإيجاد حل سلمي في ليبيا. جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد طاهر سيالة على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، حيث ناقش الجانبان مباحثات المسارات الاقتصادية والأمنية والسياسية تنفيذا لمقررات مؤتمر برلين. دعا وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة إلى أن يكون لليبيا دور محوري في إدارة أموالها وأصولها بالخارج من العوائد التي لا تشملها القرارات الدولية الصادرة بشأن تجميدها. أوضح سيالة في كلمته خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أثيوبيا أن حكومة الوفاق طلبت مجلس الأمن بتعديل قراره بحيث يعطي لليبيا ومؤسساتها الاستثمارية حق إدارة الأموال والأصول دون فك التجميد عليها الاستفادة من عوائدها داخليا في دعم الاقتصاد الوطني والعملة.
قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الجمعة إن بلده تدعم تكليف بعثة أوروبية للقيام بمهمة مراقبة حظر توريد السلاح المفروض على ليبيا. وأبان دي مايو في مؤتمر صحفي مع نظيرته الإسبانية أنه في حال عدم توقف إمدادات الأسلحة لأطراف النزاع في ليبيا فإن الحرب الوكالة في ليبيا لن تتوقف، وهو ما يمثل مصدر قلق لأوروبا بسبب ظاهرة الهجرة بالإضافة إلى إسهامها في نشر الإرهاب بالمنطقة. اقترح الاتحاد الأوروبي إعادة تركيز مهمة صوفيا التي أطلقها عام 2015 قبلة السواحل الليبية على مراقبة حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا. المزيد في سياق التقرير التالي نتابع. إعادة تركيز مهمة صوفيا على مراقبة حظر الأسلحة المفروضة من الأمم المتحدة على ليبيا، هذا ما اقترحه جوزيف بوريل الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مؤخرا في اجتماع استثنائي للجنة السياسية والأمنية بشأن ليبيا، هدفه وجود آلية مراقبة أكثر مرونة تقلل من خطر المواجهة العسكرية على الأرض. اقتراح بوريل يأتي بعد تعليق الاتحاد الأوروبي في شهر أبريل الماضي مهام عملية صوفيا التي أطلقها الاتحاد عام 2015 بإعادة نشر سفنها، والتي كانت مهمتها إنقاذ المهاجرين بسبب ادعاءات وزير الداخلية الإيطالي آنذاك ماتيو سالفيني بأن تلك السفن تشجع المهاجرين على مغادرة ليبيا وعبور البحر نحو إيطاليا. اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي وافقت في المقابل على تقديم إرشادات تشغيلية بشأن تنفيذ الحظر على ليبيا، مقدما لإيطاليا الفرصة للعب دور رائد في توزيع قدرات صوفيا من خلال نشر الأقمار الصناعية والطائرات الإيطالية لدعم المهمة، الأمر الذي يعد لإيطاليا خطوة تحقق ما تصبو إليه نحو استعادة دورها السابق في الملف الليبي. وبالرغم من تضمين الإعلان الختامي لمؤتمر برلين احترام حظر الأسلحة، إلا أن الأمم المتحدة وعبر بعثتها بليبيا أبلغت عن استمرار انتهاك القرار الأممي للحظر في شكل أسلحة جديدة تدخل البلاد، ولعل أبرزها ما زودت الإمارات به ميليشيات حفتر في الأسابيع الماضية، إذ قدر موقع إنتليجنس أونلاين الاستخباراتي الفرنسي تلك الشحنات بما يقارب من 3000 طن من التجهيزات والمعدات العسكرية. قالت وزارة الخارجية المغربية أن الاتفاق السياسي يشكل مرجعية قانونية لأي حال للأزمة الليبية، وأكدت الخارجية المغربية في بيان لها تمسك بلادها بالأجسام المنبثقة عن الاتفاق وتطلعها إلى رعاية حوار ليبي من أجل إنهاء الخلافات بين الليبيين، وذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزير ناصر بوريطة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ناقش فيه الوضع في ليبيا. من جانبه رحب المشري باستضافة الرباط جولة جديدة من الحوار الليبي وفق ما ذكرت الخارجية المغربية. قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن بلاده استقبلت عبد الهادي الحويج بصفته مبعوثا لعقيل صالح، مبينا أن المغرب لا تعترف إلا بالأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة سخيرات. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بوريطة ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والتجهيزات للقمة الأفريقية 33 التي ستعقد في 9 و10 من الشهر الحالي. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الخسائر الناجمة عن إيقاف إنتاج وتصدير النفط بالحقول والموانئ من قبل حفتر بلغت 1.42 مليار دولار حتى 5 فبراير الجاري. وأبانت المؤسسة في بيان لها أن معدل الإنتاج انخفض إلى 181,000 برميل يوميا. وأشارت الوطنية للنفط إلى أن غاز الطهي في بنغازي يكفي ما مدته 18 يوما وفي طبرق 3 أيام، في حين أنه نفد من مستودع سبها. We'll be right back.
فقدت الشبكة العامة للكهرباء السبت 830 ميجاوات جراء خروج وحدتي توليد بمحطة شمال بنغازي عن العمل وثلاثة أخرى بمحطة أزويتينا. وأرجعت الشركة العامة للكهرباء السبب إلى انخفاض ضغط الغاز المشغل للمحطتين. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد حذرت من تأثر تزويد محطات الكهرباء بالغاز المشغل جراء إيقاف حقول النفط والغاز عن العمل بأمر من خليفة حفتر. أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة تشغيل الوحدات الغازية الثانية والثالثة والخامسة بمحطة جنوب طرابلس ودخولها على الشبكة بعد تنظيف مصفيات الهواء أو مصفيات الهواء التي أغلقت بسبب تكدس القمامة الملاصقة للمحطة وتصاعد الدخان منها. هذا وكانت الشركة قد أعلنت أن الشبكة فقدت ما قيمته 400 ميجاوات جراء توقف المحطة بالكامل، بالإضافة إلى عدم القدرة على تصريف الطاقة المنتجة بسبب إصابة أغلب دوائر النقل الرئيسة في جنوب طرابلس إثر العدوان على العاصمة. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مع بداية تداولات السبت انخفاضا ملحوظا، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 4.25 دينار للدولار الواحد، بينما اختتمت تداولات الخميس على سعر 4.30 دينار. أما اليورو فقد شهد انخفاضا مماثلا، حيث وصل سعر صرفه إلى 4.67 دينار لليورو الواحد. النشرة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. مديرية أمن طرابلس تحيي 59 متهما في وقائع خطف وسرقة للنيابة العامة. لقد دقت الساعة وآن الأوان وحان موعدنا مع الفتح المبين. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. أفادت مديرية أمن طرابلس أن مركز شرطة المدينة أحال 54 قضية للنيابة العامة بعد القبض على 59 متهما في وقائع خطف وسرقة وشروع في القتل. وأبانت المديرية عبر صفحتها الرسمية فيسبوك أن هذه القضية وعملية القبض قد تمت في شهر يناير المنصرم.
أدانت البعثة الأممية لدى ليبيا تدمير مزار زاوية بن عيسى الصوفية في مدينة سرت في 5 فبراير الجاري واعتقال عدد من أفراد الصوفية بالمدينة من قبل ميليشيات دينية تابعة لحفتر مطالبة بتقديم مرتكبي ذلك إلى العدالة. البعثة اعتبرت أن هذه الحوادث تمثل انتهاكا صارخا لحرية الديانات والمعتقدات وضمان عدم تعرض مرتديها للاعتقال والاحتجاز التعسفي. وصف ديوان المحاسبة في بيان له الجمعة تصريح عبد الرحمن السويحلي الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة بأنه تدليس للحقائق بهدف النيل من المؤسسة المعنية برقابة على المال العام لأغراض خاصة وله تبعات قانونية بحسب وصف البيان. وأوضح ديوان في بيانه أن القضية التي ذكرها السويحلي قد أحالها الديوان إلى مكتب النائب العام، مبينا أن مراجعته لحسابات المجلس الرئاسي كشفت عن وجود فواتير وأذونات تتعلق بنفقات إقامة السويحلي وعدد من أفراد أسرته أثناء رئاسته للمجلس الأعلى للدولة، ما يعد مخالفة للقانون وفقا للتشريعات النافذة. تعمل إدارة المشروعات التابعة للمجلس البلدي غريان على رصف الطرق المتضررة في حملة تطوعية مع أهالي المدينة إضافة إلى مشاريع المباني الأخرى. التفاصيل في التقرير التالي نتابع. شرعت إدارة المشروعات بمجلس البلدي غريان في صيانة وإنشاء عدد من المباني المتوقفة وتنفيذ حملة لرصف عدد من الطرق داخل نطاق المدينة. الحملة تستهدف أكثر من 20 نقطة سيتم صيانتها بعد أن وفرت لإدارة المشروعات الآلات والإسفلت الخاص بالصيانة. تم صيانة حوالي 4 مواقع مختلفة طبعا في لحسب كثافة السكان على حسب الزحمة الموجودة في البلاد نتوقعوا، لكن الإشكالية في 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 توريد الخرسانة الإسفلتية بعد المسافة تشكل حتي عائق. هي كنا نجيبه من شكشوك ونجيبه من الزاوية، يعني ما فيش خرسانة إسفلتية يعني. وجاري الأمور في تجهيز بعض النقاط لعملية القص وتجهيزها لعملية الرصف. الإدارة شرعت أيضا في إنشاء مبنى المختبر المرجعي بمستشفى غريان التعليمي بالإضافة إلى صيانة مبنى مرض التوحد، مما سيساهم في توفير خدمات لهذه الشريحة تغني ذويهم عن توجه نحو المدن أخرى. قمنا الحمد لله بصيانة بعض المختنقات ولازلنا في الاستمرار بصيانة عدة مختنقات أخرى، والحمد لله عندنا أكثر من مشاريع تانية. وتعاني بلدية غريان كغيرها من البلديات البلاد من المركزية التي تجعل أكبر الاستثمارات والمشاريع تتركز بمدن بعينها، مما يجعل عدة بلديات تعاني من نقص الدخل الذي تحققه من وجود مؤسسات ومشاريع بها. بحضور عدد من المهتمين من منظمات المجتمع المدني وعدد من أعضاء هيئة التدريس بمدارس بلدية بن وليد، أقيمت 5 محاضرة توعوية حول الأمراض المعدية. نتابع. المرض المعدي الذي يصيب الإنسان بسبب فيروس أو مايكروب له قابلية الانتقال من شخص لآخر، ولأهمية الموضوع وضرورة توضيحه نظم المركز الصحي بني وليد 5 محاضرة توعوية حول الأمراض المعدية بصفة عامة والحصبة بصفة خاصة، أسبابه وطرق علاجه وكيفية الوقاية منه. واليوم لحضور ورشة عمل حول الأمراض المعدية في مدينة بن وليد، وكان أهمها هو الحصبة، حيث تكلمنا عن طرق انتشاره وكيف انتشر مؤخرا بين أطفال المدارس، ومدى قامت المركز الوطني كيف كافحه وكيف انتشر أعطوا طعوم وكيف تمت معاملته. المحاضرة استهدفت العناصر الطبية والطبية المساعدة داخل بلدية بني وليد، حيث شملت عدة جوانب فيما يخص التوعية بهذه الأمراض وكيفية التصدي لها خصوصا بين طلبة المدارس، لا سيما عقب انتشار مرض الكورونا في عديد من دول العالم. وتتبعنا في هذه المحاضرة ما تعملت WHO والصحة العالمية من الخطوات الاحترازية لتفادي تفشي هذا المرض في كثير من الدول. في ليبيا الحمد لله لا يوجد أي حالات. التوعية
الصحية الفعالة للقائمين على المدارس تعد خطوة جيدة للارتقاء بالمستوى الصحي، وخصوصا إذا كانت موضوعاتها الصحية ذات أولوية تنبع من المدرسة، كونها بيت الطالب الثاني بعد المنزل. أقيم في مدينة بن وليد بمدرسة عبد النبيب الخير الخميس الحفل الختامي لمسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم والأحاديث النبوية في نسختها الرابعة على التوالي، حيث تم تكريم وتوزيع الجوائز على الفائزين من المدارس المشاركة ومراكز التحفيظ داخل البلدية. وحضر الحفل مسؤول مراقبة التعليم ومديرو المكاتب وأولياء أمور الطلبة المشاركين في المسابقة. نتقدم بالتهنية وكل التهنية لأولياء أمور الكرام على الدفع بأبنائهم لحفظ كتاب الله، فهم الفائزين أمام الله سبحانه وتعالى اليوم. نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأمهاتنا الفاضلات حافظات كتاب الله، نتقدم لهن بالتهنية بالمباركة بالفوز الذين فازن به اليوم، فألف شكر لكل من قدم يد العون والمساعدة. نهاية النشرة مشاهدين، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الجيش يستهدف عربات جراد تابعة لمشيات حفتر قصفت مطار معتيقة الدولي. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن الدولي لتوحيد موقفه تجاه ليبيا. بعد نحو شهر من توقف إنتاج النفط في ليبيا تجاوز الخسائر لأكثر من مليار دولار. نهاية النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.